الكرام، القادم هو تقرير ملتقى صناعة الإعلام الرياض، نشاهد. بيئة الإعلام الرياضي بيئة صارت خصبة للاستثمار وتوجه لرجال الأعمال، فهناك بعض المشاكل والمعوقات التي صارت من تصريحات أو تلميحات في بعض من بعض الإعلاميين الرياضيين. أحببنا في هذا الملتقى أنه إن شاء الله مشيئة الله تعالى نتكلم عن عدة محاور تعالج بعض الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في الإعلام الرياضي، وكذلك بعض ونبذ التعصب الرياضي وتوجيه يعني إن شاء الله كلمة يعني أو اتفاق أو ميثاق شرف مع الإعلاميين الرياضيين أن نتجه خطوة إلى الأمام نحو توجيه الشباب اللي بصراحة يتأثر كثير من الإعلام الرياضي سواء في المدرج أو في المحيط الرياضي الوسط الرياضي. رسالتنا هي ما تحكيه الشعار بالفعل، أنه ارتقاء برياضة الوطن، ولأنه الإعلام الرياضي هو القدوة، قدوة الرياضيين بصراحة، وهو قدوة في حالة إن كان الإعلام الرياضي رأيه ومشاركاته وطروحاته كانت هادفة سنرى المدرج الرياضي كذلك مدرج مثالي في جميع الأندية، وإن كان العكس سنرى مدرج فوضوي. ما هي أمنياتكم؟ هل تستمر مثل هذه الملتقيات؟ ما الذي تتمنوه أن تشاهدوه كإعلاميين وتستفيدوا من خلاله من ملتقيات بمسميات مختلفة؟ هي ما في أمنيات في الموضوع ده على فكرة أستاذي، هي الفكرة أن احنا ننفذ الحاجات الموجودة في الملتقى. يعني هي الفكرة كل الناس تتكلم في الملتقيات ومسوي صيغة مشتركة وتسوي فعاليات كثير، بس ما بيحصل المفروض نسويه اللي هو تطبيق سيادة القانون والصيغة الأخلاقية في الملتقى في الإعلام الرياضي، هذا المفروض يحصل. لكن الفعاليات كثير وتتسوى، لكن هل هي بتتنفذ؟ هل اللي احنا الكلام اللي بنقوله بننفذ ولا لا؟ هذا اللي يفرق. احنا قدمنا عن محور نبذ التعصب في الوسط الرياضي، تعرف ان التعصب في الوسط الرياضي يعاني منها الكرة السعودية للأسف في السنوات الأخيرة أكثر من الماضي، وقدمنا أسباب والحلول الممكنة من وجهة نظرنا لتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله. وبالتأكيد أن الإعلام دور رئيسي جدا في الحلول، كما كان دور رئيسي في إحياء بعض التعصب الموجود لدينا. الهدف النهائي تطوير الرياضة السعودية وكل ما يصب في الرياضة من إعلام واستثمار وجماهير ودعم، لأنه إذا ما اشتغلنا كلنا في منظومة واحدة حنبقى زي كل واحد يتجه لوحده. والحقيقة زي ما قلت لك، عندنا يعني أحيانا أشعر في أن هناك مشكلة بين رؤساء الأندية أو مسؤولين الأندية والإعلام. كل واحد أنا كنت يعني سميته حديث الطرشان، لو يحاولون أنه يعني ترى أنت وقت تتكلم عن شيء وأنا أتكلم عن شيء وأنت صادق وأنا صادق، لكن أنت تتكلم عن شيء وأنا شيء، فإحنا حريصين أن نقارب وجهات النظر. الحقيقة يعني هذا من ضمن سلسلة من اللقاءات اللي اهتم فيها اللجنة. أنا أعتقد دور الإعلام دور مهم جدا اليوم، وهذا الدور بيتنامى أيضا مع التطورات الكبيرة اللي بتشهدها هذه الصناعة. كيف استخدام هذه الوسيلة أو هذه الوسائل، الاستخدام المهني الأنجح والأنجع اللي يخدم قطاع الرياضة اليوم، قطاع الرياضة أيضا أصبح قطاع استثماري كبير، وأيضا في نفس الوقت يعني يعول عليه شيء كثير، وأيضا اهتمام الحقيقة المملكة والرئاسة العامة رعاية الشباب بهذا القطاع الكبير وإنه يشتغل بطريقة مهنية وحرفية. فبدون الإعلام ما يمكن إنه يتحقق هذا النجاح. شكرا للزميل نايف مشهور لتواجد في ملتقى صناعة الإعلام الرياضي. أبو مؤيد، الإعلام أصبح بيئة خصبة، حتى لما نتكلم عن يعني موضوع الاستثمار، المحاولة اللي تكلموا فيها كبيرة، يعني احنا ما نقدر نغطيها كلها في الحلقة، ولكن خلينا نتكلم عن موضوع الاستثمار في الإعلام الرياضي. طبعا في البداية طبعا هي خطوة جدا ممتازة، نشكر القائمين على هذا الملتقى نحو يعني تخصص ملتقى عن الإعلام الرياضي ولرقب الإعلام ونبحث عن إعلام يهم مصلحة الوطن بعيدا عن ما يحدث حاليا بعض وسائل الإعلام. يعني نشاهد في تحزب كثير للأندية وتعصب أضر كثيرا برياضة الوطن. طبعا الإعلام الرياضي أنا أعتبر يعني أنت
هو بيئة يعني خصبة جدا ومجال كبير للاستثمار. حتى لما تشاهد في الصحف الورقية المعلن يحرص أن يكون إعلانه في موجود على في الصفحات الرياضية ليقين التام ومعرفته أن هناك شريحة كبيرة تتابع ما يطرح في الصفحات الرياضية ممكن بعكس الصفحات الأخرى. فبلا شك الإعلام الرياضي هو أنا أعتبره يعني بيئة خصبة جدا ومجال كبير للاستثمار، لكن يجب أن يكون هناك في أن يعقد مثل هذه الملتقيات للارتقاء بما يطرح بالإعلام. هم بالفعل يعني طرحوا محاور كثيرة ومن أبرزها التعصب وما شابهه، فيجب أن تتوسع الملتقيات اللي مثل ما طرح في جدة للبحث عن إعلام رياضي. حتى المثال أقرب مثال كنا نتكلم فيه قبل شوي اللي هو احتكار البطولات الرياضية. وبكل تأكيد أنت لما تحتكر البطولات الرياضية يعني ممكن القائمين يعرفون أشياء أمور كثيرة من ناحية المعلن وزيادة نسبة الإعلان. حتى لما يعني كنا نشاهد الدوري السعودي كان في قنوات أخرى كان هناك ارتفاع كبير في نسبة الإعلانات، لما يكون عندهم الدوري السعودي غير موجود قلت نسبة الإعلان. أكيد الإعلام الرياضي حتى نشاهد يعني المباريات المهمة ومباريات الجماهيرية ومباريات البطولة تزداد نسبة الإعلانات في هذه المباريات، لأن هناك شريحة كبيرة من المجتمع تتابع الرياضة بشكل عام. لكن أنا أرجع أؤكد لك أن الإعلام الرياضي هو بالفعل هو يعني مجال ممتاز للاستثمار، لكن يجب أن نرتقي في أمور كثيرة، أن يعني نقدم أو دائما نضع مصلحة الوطن فوق يعني أي اعتبار، نبتعد عن تعصب للأندية، ويعني حتى نشاهد بعض الإعلاميين يقلل من المنتخب. الكلام هذا مطبق؟ لا، إحنا يعني خلنا نتكلم ممكن من خلال يعني الملتقيات أو المنتديات، يعني يكون في هناك طريق واضح للإعلام إذا كان بدون، خصوصا إذا كان بدون ضوابط. احنا المنتديات ممكن يعني يحكمها جماهير تواجد فيها كثير، احنا نتكلم عن الاعلام. نشاهد يعني الان يمكن حتى في وسائل الاتصال الجديده تويتر انت يعني تشاهد بعض الاعلاميين يطرح تغريدات انت تستغرب انها تطلع من ناس اعلاميين لهم مكانه ولهم يعني وجود من لهم فتره طويله في الاعلام الرياضي، لكنهم يطرحون بعض التغريدات هي من تثير او تجعل الجماهير يعني في تدخل في امور يعني نخرج عن مسار الرياضه. طيب ابو يوسف، احنا نتكلم عن هالموضوع هذا، في اغلب الناس يقول لك والله انه الاعلام يكون متواجد احيانا في الملتقيات وفي تنظير وفي كلام حلو، لكن لما تيجي على الواقع تلقى شيء ثاني. صحيح، حتى انه يمكن انا اسال سؤال، انا كنت اتمنى من انه الزميل المراسل اللي غطى هذا الملتقى، هل حضر هذا الملتقى إعلاميين رياضيين سعوديين قادرين على قيادة الإعلام الرياضي في المملكة أو هم من يدير عجلة الإعلام الرياضي في المملكة؟ هذا سؤالي المهم جدا. ثانيا بالنسبة للاستثمار الإعلامي، هناك إمبراطوريات كبرى على مستوى العالم نشأت من الإعلام الرياضي. يعني احنا كنا نتكلم في بداية الحلقة عن عملية التفاوض من أجل نقل البطولة الآسيوية، هذا هو الاستثمار الحقيقي بالنسبة للرياضة. عندما نفكر بالاستثمار الرياضي وعند التوجيه الرياضي يجب أن لا نتكلم عن مصادرة حقوق الناس في رأيهم حتى وإن كان هناك تعصب. نعم لا نريد التعصب، لكن لا يمكن أن نقول أن الملتقيات ستحد من التعصب. التعصب موجود، التعصب للأندية، التعصب للمنتخبات، التعصب للآراء موجودة، خصوصا أنه سقف الإعلام الرياضي في المملكة العربية السعودية يعتبر السقف الأول على مستوى الإعلام عموما عندنا في المملكة العربية السعودية، لا اقتصادي لا سياسي لا غيره ولا اجتماعي. الملتقيات جميلة، لكن يجب أن لا نحمل الإعلام الرياضي أكثر مما يحتمل. هو استثمار يجب أن ينظر إليه بمنظر أنه جزء من أجزاء الإعلام الموجودة على مستوى العالم. جميل، هذا حديثنا عن ملتقى الإعلام الرياضي بالتوفيق لقيادات الإعلام في المملكة، وأن يكون التوجه فعلا بلا تعصب.